باريس سان جيرمان نوت الدوري الفرنسي الدرجه الاولى الجوله 16، وين كانت مباراه بالنسبه نقولوا بالنسبه كبيره، وين شلنا الشوط الاول كان شوط اول ممتع من جانب نوت، وين لعبت بكل قوه، وين منعت نقولوا باللي ما عطاتش اي مساحه اللاعبين تاع باريس سان جيرمان، وين شفناهم كيفاش ضيعوه خاصة المهدي عبيد في الدقيقة 29 وين ضيع هدف محقق. شفنا كيفاش الشوط الثاني مباشرة في الشوط الثاني وين كيليني اللي سجل الهدف نقولوا الهدف الأول في الدقيقة 52. شفنا نيمار وين ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 58. يعني نقولوا بلي المباراة وين شفنا التشكيلة تاع باريس سان جيرمان وين كل الفرق الكبيرة والنجوم اللي راهم يطبقوا هذه الخطة تاع 4-3-3. شفنا كيفاش توماس اللي دخل تاع باريس سان جيرمان المدرب اللي دخل بهذه الخطة، شفنا كريستيان غوركيف اللي دخل بخطة 4-2-3-1. يعني مباراة كانت شفنا كيفاش نافاس الحارس، شفنا توماس، شفنا تيغو سيلفا، شفنا عبدو ديالو، شفنا لايفان، شفنا ادريس غايا، شفنا ماركوس، شفنا جوليان. يعني دي ماريا، كيليني، نيمار، دي سيلفا، انديسون، كافالي، شفنا ماورو، يعني كيف بابلو. يعني كانت المباراة كانت قوية. شفنا كيفاش احصائيات 61% لباريس سان جيرمان، نقولوا بلي نوت لي 41%، 313 تمريرة، 624 تمريرة بالنسبة لباريس سان جيرمان. شفنا البا الحارس رغم ذلك في الشوط الأول وين أدى شوط ممتاز، الشوط الثاني تلقى هدفين، شفنا دينيس، شفنا اندريا، شفنا نيكولاس، شفنا شارلون، شفنا مهدي عبيد اللي لعب خط وسط ميدان، شفنا كيفاش بالاس، شفنا موسيس. يعني كانت المباراة، شفنا كريستيان، شفنا سامويل. يعني كانت المباراة كانت شيقة رغم هدفين في الشوط الثاني. الشوط الأول كان أروع وأروع بكثير. هذه هي المباراة تاع نقولوا بلي باريس سان جيرمان معروف بالنجوم تاعو، كبير بالنجوم اللي عنده نوت، حاول باش يفوز، باش يعدل النتيجة باش يفوز، لكن بدون جدوى، خاصة وين نيمار وين ضيع هدف في الدقيقة 85. هذه هي المباراة اللي كانت في صالح باريس سان جيرمان في ميدانه أمام جمهوره. مباراة كانت حسب الإمكانيات تاع نوت، صحيح هذه هي المباراة صحيح.